احنا ما بنعاندش، احنا طلبنا بنتهم للجواز وابوها وافق. الفلاحين ما بينجبوش حيطان يا ولد عمي. ولدنا دكتور كد الدنيا، واحنا تجار نسد عين الشمس، يعني نسبنا يشرف اي حد. احنا كبار بلد، ما احناش بتوع مخامر طين. رماوي جالي منظرت يهدد، لو كنتوا عايزين هجيرة وبلد واحدة اغلقوا موضوع الجوازة دي. الجيرة قطعناها، فرماوي عاوزة حرب واحنا كدهم. ومن النهاردة العمامرة اكبر عدو للشواكيش. شندراوي يا ولد عمي. غرّدكم نفوسكم على المحرم عليكم. انضروا شوكيشة، عايز الكفوف تترابط، بتنا تلزمنا، عاوزينها قطيع ودم تبقى النهاية والبدي أظلم. الفرح منصوب وبتكم بقت من الشواكيش، والعار إننا نهمل لك مرات ولدنا، واعرف انكم قصاد بيوتنا. اردم الشر يا فرماوي، وتعالى بارك لواد عمك. بنت واد عمك انعقد كتابها خلاص، والدكتور رفعت بقى جوسها، وكان على الحساب. تعالى حاسبنا، حاسب واد عمك وقول لي ايه غلطتي. بنتي انا سطرتها على خيرة الناس واحسنهم. عقلك ناخ وقع، ولا وقعت الكرناف من النخل. سلمت بنتك للشواكيش؟ لعبست في قديمهم؟ لعرق دساس؟ ولا كلمة تانية تتقال. ودخلتك بيوتنا ورفعك السلاح ما هوش سهل، تمن واعر وليه رد. جسور الكره يا عامية، وبنالها ضريح ومقام من عجز العقول، العقول اللي حاودت عن شرع ربنا. جاي تكرر سحرك وردتك على اللي خلفونا؟ ما عدتش اتاكل منه يا دكتور. اختي نقدر احميها وجوازها منك باطل. ليه؟ حد قال لك انها متجوزه نعجه؟ ده الدكتور رفعت ابن الشواكيش. عاوزين تقطعوا نخله من جدرها؟ انسابنا ما بتتباعش. انا جارك يا ولدي. قولي جارك. بتقلع قلب ابوك يا ولدي. منتصر يا ولدي. قول يا ولدي، فوق يا ولدي، فوق يا ولدي، تعفوزي عندك. مو غير ما تقيتش نفسك بالحديث يا ولدي.
خلاص يا ابويا ما تكملهاش ما تكملهاش يا ولدي. ايه ده يا ولدي؟ بس تكتم شكتين يا ولدي. حسس بالرب. لا لا يا ولدي لا 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 يا دكتور لا يا رفاق لا. انت الشهادة يا مرقص، انت الشهادة يا ولدي. لا انا اقول انت الشهادة يا مرقص. قول يا ولدي أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. يا ولدي يا ولدي يا ولدي نقصوا كفنك. يا مرحب يا مرحب يا فؤاد باشا. مرحب بك يا عمده. أنا جايلك في كلمتين وماشي على طول. مش هلتكش الأرض، نشيلك في جروسنا. اتفضل خد واجبك، اتفضل. الواجب ما بيننا موصول يا عمدة، بس أنا عايز أقولك على حاجة. اللي اتقتلوا الليلة دي بحور دم واتفتحت، وأنا بطلب منك تسلمني رجالة العمامرة، كبير وصغير. وإحنا تحت أمر القانون. اتفضل جنابك، وكل رجالة العمامرة هتسبقك على النقطة. أنا خابرك بتفكر إزاي وتقصد إيه. كتر خيرك يا عمدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوق الجبابرة زاد وطفح الكيل، وطفح الكيل على الميزان. من فينا كان وكان من فينا ما قالش أنا، قلب البشر أصبح حجر وكترة الأحزان. يا خيوط متجمع يا قلوب متشبع على قسوة قلوب الناس، على قسوة قلوب الناس. لفين السلاح اللي في يدك؟ زرع الطار منتصر مع العمامرة لسه مخلصتش. تعالوا يردوه الشواكيش، هل تبوها ولا بدمه؟ لكن انت وقف رقبتك، دخلك ايه انت يا بوي؟ باول لما يشطحك عايز قتلة توجعني فيها؟ اللي جاي ترد الطارم والشواكيش منتصر واتخالك، يعني قربتك فيه من الام، يعني مش شوكة في ظهر المنزلوية. طب ليك مدت والغدا جاهز. طب جلبيتك ورايح على وين دلوقتي يا مهدي؟ اهم من اللي جات المنتصر، اللي اتقتل ومات شقيقي مش واتخالي وبس. هدي هدي يا ولدي واسمع حديث ابوك الله يحنن قلبك. هدي يا ابني افهم، مش مجامله بفرح، ده قتيل ومن عيله تاني. تقف انت صالحك ايه؟ ساعتها ما هتبقاش عركه ما بين العمامره والشواكيش، هتبقى حرب قبائل ما بين عرب وفلاحين، وكل عيله هتصطاد اللي ليها من قبيلتها تقف في ظهرها. ما هيبقاش طار ما بين عيله وعيله، هيخلص. يا ريت البهيم يفهم ويبطل نطح. يا ابوي حرام عليه، ما نلبس صورة احسن. اتفرج عاد هدي على خشمي اللي جابوه دلوك. الشواكيش لا ناقصين سلاحك ولا مستنظرين جيتك. قاري الدكتور رفعت ومنتصر متسلسل في دوائرهم. اتغدر بيه وحق القرابة يحملنا وجعهم. ميت رد التاري يجي بالحمجانية، دول بدنتين والدم بينهم قايم. تحط ليش قتيل رافس على عتبة بابي؟ وقتها هكون أنا اللي قتلك. جاي تطل على كرمان وهي بتموت، ولا جاي تعزيها، ولا جاي لحاجة تانية أنا معرفهاش يا شقيقي؟ أنا مش جاي عادي، أنا جاي وعيك. ولادك مش بعاد عن الطار،
اللي غرزنا فيه جوزك. ايه وقفت على اولادك؟ ما وقفتش ليه للحرازة؟ ايه كنت عاوزها تغرز السكين في قلبي ولا تذبحني على عتبة المنظرة؟ لو على القتل سهل. جاي تهددني في منظرتي كمان يا فرماوي؟ انا جاي انبهك، الشواكيش مالهمش امان من النهارده. انا بحزنك، ودي المنزلويه اللي لسه طالع من دارك اخواله الشواكيش، يعني الدم اللي جرجرتنا فيه يخصه. وانت عمده معين اللي راقب داري من دخل ومن طلع. عزلك عن البدنه ما يلغيش نسبك للعمامره. انت فرع من شجره، حتى لو فرع مايل. خبريها فرماو. حاسب على كلامك يا واد عمي، ما تجرجرناش للغلط، وردي عليك حيكون في قلب دارك وقدام العمامره كلهم. الحجه يا مولانا. أختك حديتها صح، والورق المكتوبة دي يبقى ليها حق. حق يا أولادة؟ جه كسر حقها يا روحية. انت عايزة تورث بيتي؟ ده أنا أدفنك مطرحك. ده فرماوي أنا قاعد، ما تنساش ما شاء الله عيلة رجالة، بلاش إهانات طالما أنا قاعد في مجلس، ولا أرفع يدي؟ لا أنا موكلاك يا مولانا، وعاوزة حقي بيتي. حقك وإنني ناحية يعني؟ وبفرضا يعني بفرضا إنه بيتك أنا شاري. وأنا مش بايعة. مرتضى خد أمك واطلع برا عشان خاطر خالك، واطلع دلوك لأحسن وختمة المرسلين، أفرغ فيها خزنة البندقية كلها. قم ده فرماوي أو استحل ولا الشيطان يدخل ما بينكم. وجودي يبقى عدمه؟ فساقة هتتفتح وما بقالهاش ردمة، انداري على القاتل ويده مغلولة بالدم. بدال حديدك اللي هيوجع اللقمة من الحلق. اخشن وامسك بندقيتك وكتفك في كتف ولاد عمامك، وحك رفعته منتصر يطرد. ونسوق القتيل بقتيل يا ابوي. اللي قتل يشللته مع الحكومة يا ابوي، احنا اللي ندفع التمن، واللي ياجي يدفع تمن اللي قبله. ويمين يتهزله سابع سنة إن ما عدلت حديتك لكون قاطع شلقك من الدنيا، وهقتلك وبيدي وما هترددش فيك لحظة. هلفتت حديت وطلعت منه، ولو كان خابر الحديد الواعر ده كان قاله غلطة لسان ومغربي ما يقصدش. أنا لا بهرتل ولا قال الخلاجات على راسي، اللي قلته قصدته. انتم حطتوها راية سودة، شلوها وقلوها قتلة، لكن أنا مش قاتل يا ابوي. تبقى مكتوز عشان انت باقي تعار وتصب على عتبتي. القبر ضيق على اللي فيه يا ابوي، واللي جواه يقول يلا نفسي. اللي قتل منتصر والدكتور انتم براتوه من حبل مشنقه.